بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. عاوزك بقى قبل ما يعني تذاكر الدرس ده تشرب كده كوباية القهوة بتاعتك مظبوطة وتركز معايا بقى قوي. ليه؟ لأننا هنتكلم في حاجة محتاجة ان انت تركز معايا قوي، ولو مركزتش معايا يبقى انت اللي غلطان. يعني انا هفصص وفصل ودقق قوي، تمام؟ فياريت تركز معايا قوي. ايه الموضوع؟ الموضوع هنتكلم عن الري، بس الري غريبة، الري كبيرة، مالتي دايمنشنال اريز. يعني ايه مالتي دايمنشنال اريز؟ دايمنشنال اللي هو البعد، مالتي يعني متعدد، مصفوفة متعددة الابعاد، يعني محتاجة منك تركيز عميق جدا. بص هجيبها لك من الاول خالص ببساطة. احنا كنا بنعمل الفاريابل ازاي؟ بالمنظر ده كده، صح؟ نحط نوع البيانات وبعديه اسم المتغير بيساوي كذا، وخلاص هو بيشيل قيمة واحدة وخلاص. عرفته بقى دبل، عرفته انت، عرفته تشار، عرفه زي ما تعرفه، في النهاية هو ايه؟ هيشيل قيمة واحدة وخلاص على كده في الذاكرة. يعني انت ما بتعمل متغير بتحجز ليه قيمة واحدة. وبعد كده جينا طورنا من نفسنا شوية وعملنا الاري، والاري مثلا لو هنعملها انتجر وهنعمل فيها ست ارقام بنعملها بالمنظر ده، او بنحط هنا الستة العدد زي ما اتعلمنا قبل كده بفضل الله، وبننادي عليهم بعد كده بالاندكس 0 1 2 3 4 5 الى اخره، علشان هنا عندي ست عناصر في المصفوفة فندهت من الزيرو للفايف. ليه؟ علشان هما ستة، لان الزيرو معدود. لغاية هنا مفيش مشاكل خالص، بس تركز معايا بقى الله يبارك لك. هنا عندك صف، المصفوفة دي عبارة عن ايه؟ مصفوفة انتجر من النوع انت، عبارة عن ايه؟ عبارة عن صف فيه قيمة 2 3 4 5 6. ركز بقى في اللي جاي ده. ليه ما يبقاش كده؟ ليه ما خليهاش 2 dimensional array؟ يعني ثنائية الأبعاد. ليه؟ تنفع؟ تنفع. ايه المشكلة؟ بص انت كده حجزت 24 قيمة، بس لسه هنشوف ازاي نعمل ان شاء الله. حجزت 24 قيمة، 24 مكان تخزن فيه. انت متخيل 24 مكان تخزن فيه كلهم هيبقوا في متغير واحد بس؟ شايف القوة عاملة ازاي؟ ده جدول يا باشا، ده منظر عامل زي الجدول فعلا. المصفوفة ثنائية الابعاد عاملة بالظبط زي الجدول، انت متخيل؟ بص هنا شايل قيمة واحد، وهنا شايل قيمة اتنين، وهنا شايل قيمة تلاتة، وهنا شايل اربعة، وهنا شايل خمسة، وهنا شايل ستة. ده للتسهيل، انت شيل بقى اللي انت عايزه. نفترض ان ده ايه؟ كله كده انتجر. لما هتيجي تنده عليه هتنده عليه بالزيرو للصف، وبزيرو للخانة الخلية، زيرو وان زيرو تو زيرو ثري زيرو فور. يعني هتنده عليه بقوسين مربعين جواهم رقم، وبعديه قوسين مربعين تاني جواهم رقم تاني. ده الايه؟ 2 dimensional array بالمنظر ده كده. ده كده بفصصهولك الاول كمفهوم قبل ما نطبقه، علشان تتخيله معايا واحنا بنطبق. عايزك تتخيله معايا واحنا بنطبق، فلازم يبقى ده في ذهنك، ان المصفوفة ثنائية الابعاد عاملة بالظبط زي الجدول. خلاص؟ هو ينفع نعلى اكتر من كده؟ ينفع، بفضل الله ينفع. بص تخيل معايا ان انت عندك حاوية رقم زيرو، والحاوية دي جواها جدول، والجدول ده جواه بيانات. انت خدت بالك معايا المنظر عامل ازاي؟ يعني انت بتنده الاول، عندك حاوية تانية بقى وحاوية تالتة وهكذا. انت واخد بالك القيم؟ وكل ده خد بالك، انت عارف القوة فين؟ القوة ان كل ده في النهاية هيبقى في متغير واحد بس. كل ده هيبقى في النهاية في متغير واحد فقط.
يعني ال 36 مكان في الذاكرة دولك هيبقى انت بتتحكم فيهم من خلال متغير واحد فقط. تحط قوسين مربعين لرقم الحواية، وقوسين مربعين بعدهم لرقم الصف، وقوسين مربعين بعدهم لرقم الحاجة المعنية اللي انت عايزها من دول. يعني مثلا 0010 001 002 010 011 022. شوف انت عايز انهي قيمة، فاهم؟ انت مثلا عايز القيمة 23 دي، تروح عامل ايه؟ 1 3 1، تقوم تجيلك. انت شايف العد عامل ازاي؟ انت كده عديت مرحلة ثنائية الابعاد، انت بقيت ثلاثية دلوقتي، 1 2 3، بتجيب القيمة ببعد ثلاثي، مربعين فيهم رقم ومربعين فيهم رقم ومربعين فيهم رقم عشان توصل للقيمة اللي انت عايزها، وكل ده في متغير واحد. زي بالظبط، بص تخيل معايا بقى، نعلى اكتر بقى، عندك المبنى رقم زيرو، والدور رقم زيرو، والغرفة رقم زيرو او الغرفة رقم ون، وعندك في نفس المبنى اللي هو زيرو عندك ايه؟ الدور التاني اللي هو ايه؟ واحد. بص خد بالك، بص 001 101، بص وهكذا بقى 2 201. شايف؟ بص تخيل بقى معايا لو عندك مبنى تاني ومبنى تالت، انت خدت بالك البعد ده؟ 1 2 3، ده بعد ثلاثي زيه زي اللي فات. تعالى بقى نعلى اكتر من كده، شايف المنظر؟ انا دلوقتي علشان اوصل للقيمة بتاعتي محتاج، ادي اول حاجة الحاوية الكبيرة زيرو، بعد كده الحاوية اللي اصغر منها اللي هي ون مثلا او زيرو، اي واحدة فيهم، بعد كده الصف، بعد كده الخلية. علشان كده قلت لك في الاول اشرب القهوة، اشرب كوباية قهوة في الاول، عشان قلت لك عايزك تركز معايا، لان احنا دلوقتي عمالين نبعد بعد بعد نبعد، واخد بالك؟ فلازم انت تبقى مستوعب الكلام ده، وهكذا بقى وهكذا بالمنظر ده. هي دي المالتي دايمنشنال اري. يعني انا مش عايز اسميها بقى ثنائيه ابعاد وثلاثيه ابعاد ورباعيه ابعاد وخماسيه ابعاد وسداسيه ابعاد ايه يا عم؟ طب ما هي متعدده الابعاد وخلاص. هقعد بقى اشغل بالي واقعد اكتر على نفسي المسميات؟ ما انا لو قلت متعددة الابعاد تمشي مع الاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة وستة، اي حاجة متعددة وخلاص، ايا كان بقى انت عايز تعمل التعدد ده عامل ازاي، واخد بالك؟ يبقى انت هنا علشان توصل للقيمة اللي انت عايزها محتاج قوسين مربعين للحاوية الكبيرة، وقوسين مربعين للحاوية اللي بداخلها، وقوسين مربعين للصف، وقوسين مربعين للخلية. يعني 4 اقواس علشان توصل لقيمة، كل ده في متغير واحد، انت متخيل؟ معلش انت لازم تراعي وانا بشرح ان انا لازم اوصل لك الحاجة. انا عايزك تحس باللي معاك، يعني مش عايز اشرح لك كده وخلاص، لازم احسسك بان الحاجة دي مهمة، مش هقعد اقول لك وبص بقى كذا كذا وهنا عند، لا مش كده، لازم تعرف ان دي حاجة جامدة جدا. لما يكون معاك اي عدد من القيم واماكن بتخزن فيها في الذاكرة، وكل ده يبقى في متغير واحد، دي حاجة جميلة جدا، صح ولا لا؟ تمام، يبقى عايزين نركز بقى مع بعض جدا علشان نستوعب بشكل افضل. تعال بقى نرجع لاكوادنا الجميلة دي، اخر حاجة كنا عملناها اللي هي ايه؟ المصفوفات العادية، صح كده؟ لغاية كده بفضل الله رائع. تعال بقى نشوف ايه موضوع المصفوفات متعددة الابعاد بقى. بص خليني اقول لك متعددة الابعاد، يعني بلاش ايه ثنائية ثلاثية رباعية خماسية، خلاص متعددة وخلاص. بص يا باشا، اتفقت معاك من شوية ان المصفوفة ثنائية الابعاد هي جدول، او تتخيلها معايا وكأنها جدول، علشان بس الموضوع يبقى ايه بالنسبة لك سهل بفضل الله. يعني مثلا هشتغل من النوع انت، خلاص هشتغل على مصفوفة هسميها numbers، تمام؟
او نسميها مثلا numbers table. numbers table جدول الايه الارقام. ماشي، هعمل اقواس مربعه وبعديها هعمل اقواس مربعه تاني. في الاقواس المربعه الاولانيه انا عايز يبقى عندي كام صف في الجدول؟ خد بالك انا بسميه لك جدول عشان يسهل عليك. عايز يبقى عندي كام صف؟ ولنفترض ان انا عايز يبقى عندي ثلاثة صفوف. في كل صف بقى كام قيمة؟ في كل صف كام قيمة؟ ولنفترض ان انا عاوز في كل صف يبقى عندي ثلاثة قيم وبس كده، سيمي كول كده. انت بقى معاك ثلاث صفوف في ثلاث قيم، وثلاثة في ثلاثة بتسعة. يعني انت دلوقتي المتغير ده بيحمل تسع اعداد صحيحة، وكل ما تزود هنا وهنا هيزيد معاك. شوف بقى القوة. ده ايه ده يا دوب بس بعد ثنائي، متعدد ثنائي. انا ممكن ازود بقى لو عايز، ازود هكمل بقى، هكمل مربعين تاني واحط فيهم العدد اللي انا عايزه وهكذا. لكن خلينا نجرب على دي. خلاص انا دلوقتي هعمل ايه؟ هنده على عنصر عنصر هحط فيه القيم. فهنده على النمبرز. هنا انت هتنادي على حاجتين، نمبرز تيبل اول حاجه اسمه اهو زي ما سميته، تنادي عليه نمبرز تيبل. الصف الاول الخلية الأولى حط فيها الرقم واحد. بعد كده numbers table الصف الأول الخلية الثانية حط فيها الرقم اتنين. بعد كده numbers table الصف الأول الخلية الثالثة، خد بالك انا بتعامل هنا مع الاندكس، حط فيها الرقم 3 سيمي كول. كده انا عبيت الصف الاول. يبقى هنا انا عرفت المتغير اللي هو فيه 9 قيم، 9 اماكن اخزن فيهم ارقام صحيحه واعداد صحيحه. وهنا مليت ارقام جوه الصف الاول. نمبرز تيبل نمبرز تيبل الصف الثاني الخلية الأولى حط فيها الرقم 4. نمبرز تيبل الصف الثاني الخلية الثانية حط فيها الرقم 5 سيمي كولون. نمبرز تيبل الصف الثاني الخلية الثالثة حط فيها الرقم 6 سيمي كولون. صف اللي بعده numbers table الصف الثالث الأخير، لأن أنا حطيت هنا إيه، قلت له عايز ثلاث صفوف. الصف الثالث الخلية الأولى حط فيها الرقم 7 ودي سيمي كولون. النمبرز تيبل الصف الثالث الخلية الثانية حط فيها الرقم 8 سيمي كولون. النمبرز تيبل الصف الثالث الخلية الثالثة حط فيها الرقم 9 وادي التسع خانات معاك بفضل الله زي الفل. كلهم في متغير واحد يا جماعة، متغير واحد فقط، متغير واحد فقط تنادي عليه في اي وقت وتاخد منه القيمة اللي انت عايزها. يعني بدل ما تعرف تسع متغيرات، لا تعرف متغير واحد. هتيجي تقول لي طب ما انا ممكن اعمل عادي، يعني ممكن اعمل هنا مثلا، اجي هنا واعمل انت نم واحط هنا تسعة، اقول لك لا تفرق. لما تبقى معاك باسلوب منظم كده، هي باسلوب منظم باسلوب جدولي بالظبط، جدول زي ما وريتك من شويه. اما كده لا، كده عادي
كده مصفوفة عادية، فخد بالك يعني عايزك ايه بفضل الله تركز معايا. خلاص ماشي، تعالى لغاية كده ايه عملنا ايه الكلام ده. خلاص عود نفسك انك تعرف المتغير قبل ما تطبعه وقبل ما تعمل اي حاجة. اهو برنت اف، تعالى نطبع بقى، تعالى نطبع صف صف. يعني تعالى اجي هنا اقول له ايه، اقول له اطبع لي رقم كوما رقم كوما رقم وباك سلاش ان، والتلات ارقام هتاخدهم منين؟ من النمبرز تيبل، النمبرز تيبل الصف الاول، وبعدين القيمة الاولى. ده اول ايه، اول حاجة يعني. ماشي، خدوا كوبي كوما للخلية التانية في الصف الاول، وادي واحدة للخلية الايه التالتة. هعمل لك زوم، اقلل لك الزوم شوية عشان تشوف الكود كله، بدل 100% خليه مثلا ايه مفيش 70، شوف كده 70 اهي ظاهر لك الكود كله 70% في 75 كده ظهر الكود كله. المهم كده ايه السطر ده هيعرض لي القيم اللي في الصف الاول اهو، زيرو زيرو زيرو، كل ده صف الاول، ولكن بتختلف الخلية الاولى الخلية التانية الخلية التالتة اللي هي زيرو وان تو، وادي في الاخر ايه سيمي كول. هاخد الكلام ده كوبي واحطه هنا ايه بيست، بس هغير بقى، هقول له انا عايز اعرض القيمة الاولى في الصف التاني، وهنا القيمة التانية في الصف التاني، وهنا القيمة التالتة في الصف التاني، واحطه بيست تاني، اقول له لا ده الصف الثالث بقى اللي هو اندكس باتنين، عايز اعرض القيمة الاولى في الصف التالت، وهنا القيمة التانية في الصف التالت، وهنا القيمة التالتة في الصف الايه التالت. وعايزك تتعود مع الاندكس عادي يعني. طيب تعالى بقى اف 5 ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو شايف المنظر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكل ده في متغير واحد اسمه نمبرز تيبل انت سميته بمزاجك. بس عايزك بقى تتخيل معايا الكلام ده، يعني كل ده في متغير واحد فقط، معاك تعمل فيه اللي انت عايزه بفضل الله. وتزود بقى يعني، لو انت مش عاجبك ثلاث صفوف انت ممكن تخليهم اربعة خمسة ستة، مش عاجبك الخلايا زود خلايا، هو في الاخر جدول معاك يعني. انت هنا بفضل الله يعني معاك شغل رائع يعني. طيب بفضل الله لغاية كده تمام قوي. انت ممكن خد بالك بص تعمل التعدد اللي انت عايزه، يعني مثلا لو انا جيت ورحت عامل ايه انت اوكي مثلا ميني، سميه ميني نمبرز، ده متغير اسمه ميني نمبرز. ماشي، تقول انا عايز فيه صفين، لا صفين ايه مش صفين بقى، انا عايز فيه حاويتين، وكل حاوية جوه منها جدولين، وكل جدول جوه منه صفين، وكل صفين جوه منهم خليتين. انت متخيل؟ اعمل اللي انت عايزه بقى يعني، شوف انت عايز سيمي كول خلاص، شوف بقى الاحتمالات اللي هنا كام. انت دلوقتي عندك حاويتين، وكل حاوية فيها جدولين، وكل جدول فيه صفين، وكل صف فيه خليتين. شوف انت خدت بالك، حاجة أقل منها شوية انت تمام. تعالى ايه سميه نمبرز 1 نمبرز 2، ما خلينا نمبرز 1 ونمبرز 2. عندك مثلا ايه كده مثلا 2 2 هنا بتوصل بقى للي انت عايزه خلاص، ده الصف وده الخلية، فاهمني؟ خدت بالك الفكرة في ايه؟ فانت هنا عندك يعني قصة تانية خالص، بعد اهو يعني اهو ابدأها لك من اول خالص اهو، انت
نمبر ده عادي اهو، ده خانة واحدة ماشي، وهنا عندك ايه او خليه حتى بيساوي زيرو ولا حاجة ماشي، وعندك انت نمبرز 1 وخلي دي 2 وخلي دي 3 وبعد اول اهو ماشي، ولا عندنا تاني اهو يلا انت نمبرز 2 كده وكده اهو مش صح، عندك اهو اهو انت نمبرز 5 اهو، مختار رقم 2 رقم قليل عشان تعرف بس ايه تستوعبه يعني، وهكذا بقى شوف انت عايز ايه، هل انت محتاج الكلام ده؟ ما تعملوش غير اما تكون محتاجه، ده المتغير العادي خالص. بعد كده دي مصفوفة عادية خالص، بعد كده ده جدول، بعد كده ده بعد بعد الجدول، بعد كده ده البعد اللي بعده، ده البعد اللي بعده، ده بعد عادي خالص، ثنائي ثلاثي رباعي خماسي وهكذا، اخر واحد خماسي وهكذا. فانت هنا يعني ده تخيلك انت بقى، تخيلك انت زي انا من شويه كنت بتخيل معاك، ركز فيها جامد بفضل الله الموضوع ده لان الموضوع ده مهم. يعني من شويه كنت انا ايه بتخيل معاك، بتخيل معاك ايه؟ بتخيل معاك عماره او مبنى، والمبنى فيه دور والدور فيه غرفه عشان تستوعب معايا، انت بقى ده تخيلك انت. خلاص؟ طيب لغايه كده بفضل الله تمام قوي. لازم تبقى عارف الكلام ده كويس قوي بفضل الله. المهم هنا بقى ايه؟ عايز اقول لك على حاجه، في حركه كنا بنعملها اللي هي ان انا ممكن اعمل انت نمز مصفوفه بيساوي وراح اعمل كده صح؟ صح مش دي حركه كنا بنعملها؟ اه ممتاز. ما ينفعش تعملها في البعد ما بعد العادي، يعني مثلا نمز الا هقول لك دلوقتي نمز دي خليها نمز 1 ودي خليها ايه نمز 2 عشان نجرب بيها. لو انا عملت بعدين ورحت عامل كده بالمنظر ده، بص خد بالك بقى، انا بكلمك على الطريقه، ان انا ما احطش هنا ارقام، ان انا ما احطش في الاقواس ارقام، ده اللي انا بكلمك عليه. رحت جاي هنا ورحت عامل ازاي بالمنظر ده كده اهو، مثلا ايه 1 2 3 ورحت عامل كومه كده ورحت عامل كده بالمنظر ده 4 5 6 مثلا. ما ينفعش تعمل كده ليه؟ انت ممكن تسيب اول بعد عادي، البعد الاحادي تسيبه عادي، لكن ما بعده لازم تعينه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز اعمل الحركه دي، خلاص تجاهل عدد الصفوف اللي هي الاولانيه دي ماشي، وتعالى احط هنا عدد الخلايا اللي هي مثلا 3 كده، في كل صف 3 خلايا، ادي 3 هنا وادي 3 هنا، وحط بقى عدد الصفوف اللي انت عايزه، ده يشتغل معاك عادي اهو 7 8 9 عادي بقى عيش حياتك 10 11 12 وهكذا. خدت بالك من القصه؟ يعني انا هنا سايب عدد الصفوف مفتوح، لكن ده لازم تحط فيه رقم ما بعد البعد الاول، ما بعد البعد الاول. خدت بالك ازاي؟ هنا لو تلاحظ انت سايب البعد العادي اللي هو الاول عادي وحاطط فيه القيم اللي انت عايز، هنا نفس القصه سبت البعد الاول. لو انا جيت ورحت عامل المنظر ده انت نمز 3 ورحت عامل البعد الاول والبعد الثاني والبعد الثالث، مش هيسكت غير اما تحط هنا رقم وتحط هنا رقم. بعد كده شوف بقى هتعمل ايه بالمنظر ده كده، تيجي بقى انت شوف بقى هتيجي هنا تعمل ايه. شوف انت دلوقتي محتاج هنا ايه، انت عندك 2 وبعد كده 3، خدت بالك ازاي؟ يعني انا عندي مثلا ايه 1 2 3 وعندي 4 5 6، دول كده
عنصر زيهم، تاني عنصر زيهم، تالت عنصر. خدت بالك؟ ادي الاتنين وجواهم تلاتة، ادي الاتنين اهو، ادي واحد وادي اتنين، جوه كل واحدة تلاتة. العدد براحتك بقى، انا حطيت هنا تلاتة، حط انت اربعة خمسة ستة براحتك. لكن في الاول اهم حاجة البعد ما بعد الاول يتملي، تحدده يعني، شوف انت عايز تحط هنا قد ايه وهنا قد ايه بس. وانت كده كده في النهاية اصلا المفروض انك انت الحاجات دي مش هتعملها الا لما تحتاجها يعني، لكن انا بعرفها لك علشان لما تحتاجها تبقى مستوعبها، وزي ما قلت لك تتخيل عشان يبقى افضل بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.